صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثلاثاء 5 أيار، ومع بداية فصل الصيف جولة على المسابح. مسرحية سور إيمانويل كونفيسيون دون ريليجيوز على مسرح الأوديون، بالإضافة لأمسية كلاسيكية للسوبرانو زياد نعمي للتنور زياد نعمي، ومسرحية تحكي لي للكاتبة ليلى باك، بالإضافة لمؤتمر خاص بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. أما ضيفتنا لليوم فهن الفنانة التشكيلية أرديف لنحكي عن معرض الجديد، ولكن البداية مثل كل صباح بيكون مع اتصالنا مع مصلحة الأصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ وسام عبد الله لناخذ منه كافة التفاصيل عن طقس اليوم. أستاذ وسام صباح الخير. أنا صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. شو في أخبار عن طقس يوم الثلاثاء؟ هلا طقسنا كحالة عامة طقس ربيعي، بس هو حقيقة هالحرارات مثل الرصار طالعة، يعني مثل الرصار، ساعة بتطلع بمحل ساعة بتنزل بمحل ساعة بترتفع بمنطقة ساعة بتنزل بمنطقة، ما في ابدا استقرار بالحرارات. بالنسبه لنهار الثلاثاء طقس عم بيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا. بالمناطق الساحليه ما في عنا تعديل على الحراره، بنا بترتفع شي درجتين بالمناطق الجبليه وبدل في عنا ضباب. الاربعاء بترجع تنخفض الحراره على الساحل، طقسنا بيكون قليل الغيوم، وحتى ممكن يصير عنا نتيجه الرطوبه العاليه على الساحل انه يكون عنا ضباب على الساحل كمان. بتستمر الارتفاع بالداخل وعلى الجبال الحراره، كمان بيكون في عنا ضباب. نعم. الخميس الطقس حيكون صافي الى قليل الغيوم، ما في اي تعديل على درجات الحراره. درجات الحراره اللي عم نحكي عنها استاذ وسام يعني رح تتراوح تقريبا باي معدل؟ هلا عنا على الساحل من 15 ل 25، يعني 15 واط كثير على الساحل. هلا بالجبال من 12 ل 22، الارز من 7 ل 16، بالداخل من 11 ل 28. رياح سطحيه ما في شيء، الهواء رايق، الرطوبه من 60 ل 80%، البحر معتدل حراره الماء 19 درجه. طقسنا متقلب بالحرارات، ما فينا نعتبره ما بين بارد ودافي. يعني امتى تقريبا باي زمن شهدنا هيك على هيك حرارات بخلال شهر ايار؟ هو الاول دائما بفصل الربيع في تقلبات بالحراره. يعني هيدي تقريبا احنا هالظاهره هيدا عم طول عم نشهدها بالفصول الربيعيه. انما بس هي المناطق اللي عم تنزل فيها اكثر، المناطق وترتفع فيها اكثر، يعني مثلا انه احنا ملاحظين انه شوي على الساحل، ايه حتى شوي على الساحل، يعني انه اذا صار في ضباب يعني بيكون شغله مهمه، لانه حرارات كثير منخفضه. نعم، المناطق الساحليه. نعم نعم، شكرا لك استاذ وسام، نتمنى لك نهار حلو. ميرسي ولك. شكرا. جوال صباح الخير. مرحبا بيارات لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. جولتنا السياسيه رح نبديها هلا، والابرز فيها هو شهاده النائب وليد جنبلاط لدى المحكمه الدوليه. إذا اليوم الثلاثاء 5 أيار 2015، وفي النهار جنبلاط الشاهد الاستثنائي الاحتلال والاغتيال، الجولة 11 للحوار تتمسك بانتظام المؤسسات. الحريري يلتقي اليوم أولاند، والبطريرك يستكمل تحركه الداخلي. نصر الله يتحدث مساء اليوم عن معركة القلمون ولقائه عون. ضمن أسرار الآلهة رشح أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا تطمينات من مسؤولين أمريكيين بأن أي سلاح متطور يباع إلى دول في المنطقة لن يكون هجوميا بل دفاعيا. نشط في الأيام الأخيرة مرشحون للرئاسة الأولى وعقدوا لقاءات مع عدد من الأقطاب ظلت طي الكتمان. تتوقع أوساط سياسية أن تكون لشهادة النائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية انعكاسات على الوضع العام في لبنان. قال نائب في تيار المستقبل ردا على قياديين في حزب الله إن من يحضر الجلسات هو الذي يريد انتخاب رئيس للجمهورية، وليس من لا يحضرها ويعمل على تعطيلها تحقيقا للفراغ. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم داود الصايغ ومقال بعنوان لبنان الذي فضح الجميع. في السفير التعيينات الأمنية خيارات عون مفتوحة حكوميا، بر وسلام للسفير، الإنجازات تتجاوز الحوار. القلمون هجوم للمسلحين يوقعهم في كمائن. عون يرفض المقايضة بين الرئاسة والقيادة. جنبلاط في المحكمة الدولية الخاصة، لولا التمديد للحود لما صدر القرار 1559. المواجهة تحتدم بين المستقبل وميقاتي. سوريا حماسة محدودة لجنيف 3. دمشق الجيش يحبط هجوما انتحاريا للنصرة. ليبرمان يخلط أوراق نتنياهو، لن أنضم إلى حكومة انتهازيين. شهادات مفزعة لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة. وختاما في السفير، السنغال تدخل الحرب للدفاع عن المقدسات، السعودية ليكن التدخل البري يمنيا.
جولتنا بالتابع مع الحياة وأبرز ما كتبته اليوم قمة الرياض لمواجهة أخطار اليمن وسوريا والتدخلات الإيرانية. أولاند ضيف الشرف وهادي أو بحاح لتمثيل الشرعية وكيري يصل غدا للتهنئة والبحث في امتيازات دفاعية وحمائية لدول الخليج. الإعدام لخمسة مصريين بتهمة قتل ضابط. حذر الحوثيين من انتهاكا أو عرقلة لجهود الإغاثة. التحالف يدرس إيجاد مناطق آمنة في اليمن. النصرة تسبق النظام إلى إطلاق معركة القلمون. جنبلاط تحدث أمام المحكمة الدولية عن تصفية المشاركين باغتيال الحريري. إيران تنتظر وفدا نفطيا أمريكيا. وختاما في الحياة، داعش يهاجم معرض رسوم مسيئة في تكساس. ومننتقل من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل. جنبلاط يروي للمحكمة السيرة الإجرامية لآل الأسد. استعرض الاغتيالات السورية من كمال جنبلاط إلى رفيق الحريري ووصف بشار بالمستشرق السخيف. الجولة 11، اتفاق على التشريع ومواكبة لخطة الضاحية. القلمون تطغى على الحوار والمستقبل يشدد على دور الجيش. مواقع معارضة تؤكد أسرى عناصر من حزب الله هجوم استباقي للثوار في القلمون. طهران تتباهى بالإنجاز الحوثي. السنغال ترسل جنودا للمشاركة في إعادة الأمل. الرئيس الفرنسي التقى منصور والجربة ويحل ضيفا استثنائيا على القمة الخليجية اليوم. سلمان وأولاند لاتفاق نووي يلزم إيران. وختاما بقلم خير الله خير الله، مقال اليوم بالمستقبل بعنوان حزب الله يبيض سلاحه وسلطته. جولتنا بالتابع ومنوصل إلى عناوين صحيفة الأنوار. اشتباكات عنيفة في القلمون بعد هجوم استباقي لجبهة النصرة. صورتين رئيسيتين تبع على نفس العنوان الرئيسي. الأولى على اليمين لدبابة ومقاتلون خلال المعارك بالقلمون مبارح، وصورة أخرى على الشمال لتعزيزات عسكرية من لبنان إلى منطقة القلمون أيضا أكيد مبارح. بعناوين أخرى، جنبلاط عملية تصفية في سوريا لمن شارك باغتيال الحريري. جلسة حوار بين المستقبل وحزب الله. وبقلم المحلل السياسي، ما لم تجري الانتخابات فالتمديد لأهوج حتمي. 20 قتيلا في غارات للطيران الليبي ضد داعش. تفجير انتحاري في دمشق وغارات على إدلب وحلب. طائرات التحالف تشن 150 غارة على مطارات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وبالأخبار الاقتصادية، نيويورك تايمز لن نتخلى عن الصحافة المكتوبة لحماية الإعلانية. وبختم الأنوار مع مقالة رفيق خوري، معركة القلمون السياسي قبل العسكري. من الأنوار إلى اللواء، وأبرز ما كتبت اليوم المستقبل لحزب الله في الجلسة. حرب القلمون تهدد إنجازات الحوار. الحريري يلتقي أولاند في الرياض وتفاعل مخطط الاغتيالات. وجنبلاط يعتبر تصفية غزالي طمسا للأدلة. الموازنة أم تخفيض التصنيف من جديد. وأيضا في العناوين، خريطة طريق بين سلمان وأولاند تسبق القمة الخليجية. الجبير لإقامة مناطق آمنة للمساعدات الإنسانية وتحذير الحوثيين من إعاقتها. جبهة النصرة تطلق معركة القلمون. تبنى التفجير دمشق وجنيف 3 يبدأ اليوم. قريع يحذر من بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة بالقدس. جنود إسرائيليون يقرون بجرائم ضد الإنسانية في غزة. وختاما، زياد نصر، النقل العام محاصر بين فوضى الشارع وعائق المال. وأيضا حول النائب جنبلاط والشهادة اللي قدمها بالمحكمة الدولية، صورة رئيسية بصحيفة البلد وفي العنوان الرئيسي جنبلاط يصوب على النظام السوري ومناورات في القلمون. تفجير انتحاري في دمشق يسبق مشاورات جنيف. بحث إقامة مناطق آمنة في اليمن. المحطات تحسم قانونيا، فهل يصعد أصحاب الكابلات؟ هل يكون شامل قائد الحل الشامل؟ معركة القلمون تشتعل افتراضيا. وختاما، قادم الساهر، أنا مع السياسي المخلص لشعبه ووطنه. نوصل للصحف الأجنبية وبترجمة لديلي ستار. استبعاد هجوم لحزب الله على القلمون. التوقعات بهجوم خارج الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون من المرجح ألا تتحقق. جنبلاط يدلي بشهادة مؤثرة في المحكمة الدولية. هجوم للنظام على النصرة في دمشق. وختاما في ديلي ستار، هجوم جوي يضرب مطارات اليمن والسعودية تبحث وقفا للنار. من ديلي ستار إلى لوريون لجور، وفي عناوين أيضا، جنبلاط يفضح دور الاحتلال السوري في لبنان. المسؤولون الأمنيون الذين تمت تصفيتهم هم على علاقة باغتيال الحريري. النصرة تهاجم قوات النظام في القلمون
وختاما ولعد هل يربح شرطه السعودي؟ بصحيفة الشرق، الحريري يلتقي أولاند اليوم وبوتين الأسبوع المقبل، جنبلاط يتهم الأسد بالتخطيط لاغتيال الحريري، ضيف شرف في القمة الخليجية، وصورة رفعتها العنوان للملك سلمان ورئيس أولاند في الرياض، وصورة بجانبها بعنوان 24 طائرة ترافال لقطر، وصورة لأمير قطر ورئيس الفرنسي بالدوحة، وصورة أخرى لنائب وليد جنبلاط خلال الإدلاء بشهادته بالمحكمة الدولية. 112 شاحنة ستصل من السعودية و55 عالقة في الأردن، فتفت للشرق لا رئيس في 2015. انتخابات الإسلامي الشرعي لا لوائح مغلقة سياسيا، وبختم مع مقالة عون الكعك ضمن رأي الشرق واليوم بعنوان إلى مزبلة التاريخ. من الشرق إلى الشرق الأوسط، قمة خليجية فرنسية في الرياض اليوم، تبحث النووي الإيراني، خادم الحرمين يستقبل أولاند وزياني. مسؤول يمني للشرق الأوسط، قيادات في المؤتمر سعت لبلبلة طائفية في حوار الرياض، حزب صالح يعقد اجتماع الفرصة الأخيرة والتحالف يدرس مناطق آمنة. إيران تعتبر الحوثيين آخر إنجازاتها في تصدير الثورة. النصرة تتبنى هجوما انتحاريا في دمشق، تركمانستانيون آخر المنضمين للمقاتلين متعددي الجنسيات في سوريا. المرشح للفيفا، أنا ابن ملك وشقيق ملك ولدي الشجاعة، الأمير علي بن الحسين للشرق الأوسط، عشرات الاتحادات تعيش رعبا بسبب بلاتر. منتابع جولتنا ومنوصل إلى عناوين صحيفة الأخبار، وبالعنوان الرئيسي وقائع لقاء نصر الله وعون، 150 غارة على عدن لا تمنع التقدم، و2100 جندي إفريقي للدفاع عن الحرمين. ضمن قضية، نظرة خلف الستار، الجيش الروسي الجديد، هجوم استطلاعي فاشل للنصرة في القلمون. وأيضا في الأخبار، هيئة التنسيق تلغي تظاهرة 6 أيار، وختاما داعش ينازل حماس علنا في غزة. ومن الأخبار إلى صحيفة الجمهورية وعناوين، جنبلاط يدين النظام ويحيد الحزب، السوريون يتوجهون مجددا إلى جنيف، قضية المحطات التلفزيونية والكابلات أمام القضاء اليوم، اليمن على الطاولة الخليجية وكيري إلى الرياض وباريس. وبالأخبار الرياضية، جوفنتوس العائد بين الكبار يستضيف حامل اللقب. وهيك مع عناوين صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار السياسية بالصحف. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني ومنرجع من بعده.